دكتورة سنية الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي والمتخصصة في الشأن الفلسطيني، يعني أهلا بك أولا. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور سنية. يعني خليني الأول هسأل، إلى أي مدى وصلت المأساة داخل الأراضي الفلسطينية؟ يعني في غزة الوضع صعب جدا، يعني اكثر بكثير ما بنشوف في الاعلام، لانه الاعلام ما فيش انترنت، ما فيش اتصالات في غزه. يعني لاحظ اخر كم من يوم ما فيش حدا بيغطي الماساه اللي عم بتصير في غزه. الحقيقه يعني المواطنين حوالين مستشفى الشفاء بينجدوا عشان يجي حدا ينقذهم، وهم بعد امتار عن المستشفى لا يقوى حدا على الوصول اليهم. يعني ما فيش وقود، السيارات الإسعاف والدفاع المدني ما عندها وقود توصل للناس تساعدهم. 39 يوم تحت القصف الشديد العنيف اللي كل الناس عم بتشوفه، يشهد العالم مجازر بحق الفلسطينيين، بحق المدنيين، الأطفال اللي كل بيشوفهم تحت الأنقاض بيطلعوا، والعالم ساكت. طيب ماذا تتوقع بعد 39 يوم؟ حتى يتحرك العالم، ده يمكن يبقى مدخل السؤال، وأنت كأستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي، ما الذي يمكن أن تقدمه أو يقدمه قادة الدول، أو ما الذي ممكن أن نقوم به كمجموعة عربية، وأنا أعني الحديث كمجموعة عربية مش بأي مصطلح آخر الحقيقة للأسف الشديد، حتى نضغط على الكيان الصهيوني أو نضغط على واشنطن؟ ما هي أدوات الضغط التي نمتلكها؟ يعني احنا كنا متوقع كفلسطينيين الحقيقه انه القمه العربيه والاسلاميه تطلع، يعني تخرج بقرارات اقوى من القرارات اللي خرجت فيها. طبعا في قرار لكسر الحصار، يعني انا بتوقع طبعا هو في قرار لكسر الحصار من القمه العربيه والاسلاميه اللي شارك فيها 57 دوله عربيه واسلاميه وخرجت بقرار كسر الحصار، لكن لم تضع اليات ادوات. طب كيف بدنا نكسر الحصار؟ يعني انا بعتقد انه نعم نستطيع أن نكسر الحصار على إسرائيل، على يعني كسر الحصار المفروض على الفلسطينيين، وهو أبسط شيء يوصل المي الحلوة. اليوم الأولاد الصغار مبسوطين أنهم بيشربوا مي حلوة، متخيل 39 يوم محرومين من المي، محرومين من الدواء. نعم نستطيع، أنا أعتقد أن العرب والمسلمين والدول الصديقة تستطيع أن تضغط، يجب توصيل المساعدات بالقوة للفلسطينيين جوا. ما هي أدوات الضغط يا دكتور؟ ما هي أدوات الضغط؟ يعني أول قضية ضغط إنه ممكن الدول العربية هذه يعني تفرض، يعني في أطنان من المواد الغذائية والأدوية موجودة على معبر رفح، يعني بالقوة. يعني ممكن الدول العربية هذه، يعني مش معقول إسرائيل ستحارب 22 دولة أو 57 دولة إسلامية وعربية. يعني في الآخر في منطق، لا يستطيع الناس بدهم يدخلوا أكل للعالم. هذه طريقه. طبعا في طريقه ثانيه، انا بدك انقاطع، بدك تاخذ موقف سياسي ودبلوماسي من هذه من الدولتين، خاصه امريكا طبعا واسرائيل طبعا. امريكا الداعمه الحاضنه لهذا الكيان المبتذل العدو المتوحش. يعني يجب، يعني هيك انا بعتقد شخصيا، انا بعتقد انه الدول العربيه لو عندها موقف، حتى بالمناسبه مش لازم موقف جمعي، ممكن حتى مواقف فرديه، يعني دوله على دوله على دوله بتطلع النتيجه بالطراحة. يعني لازم تشعر الولايات المتحده انه في ضغط عربي. هدول عرب، هدول مسلمين، هدول بني ادمين. بالتراكم. أنا بشكرك جدا دكتور سنية الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي والمتخصصة بالشأن الفلسطيني طبعا بطبيعة الحال.